يقومون التدريب. شوف شوف يا ولد، شوف هذا من طريقته. اخبر انا كنت هذه يا سلطان، كنت اتابع ولد تسوي قهوه وشغل. انا إيه؟ ما بشيء مع عقارب الساعه ولا عكس؟ عكس عقارب الساعه. حلو، ليه؟ عشان ما تتاخر، عشان تفكر يوم توصل قهوه المخ ما توازن التوقيت، تفكر باشياء اكثر، عرفت؟ ما تواكب التوقيت. بالله صدق انت تقول المعلومه دي صادق؟ صادق، بس هي ممكن تخيلات. انا فلسفه، فلسفه القهوه الحقيقه. مشروع فتح الكوفيات ناجح، خلنا والله احزن لما يفتح الكوفيات واحد يجيهم يا اخي. لازم 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 دراسه جدوى. كل مجد اخوان صمدان، كان اللي سند مكيف ذا. الله يا جلسه دي والله جا فيها، عرفت؟ المشاريع ذي ما ياخذني جيزه، دراسه جدوى مضبوطه. لازم تختار مكان، تختار علمك واحد فاتح محل زين، محل حلاق. حلاق كوه حلاق تقول؟ اي فاتح حلاق، بعدين خلى الحلاق بقاله زين يا ولد، حذفها يوفق بعد الله سبحانه، يوفق بالاول والاخير. يعني تخيل خلى المحل حلاق، ثم عقبه رده بقاله حلاق صار بقاله، عقبه جت ضجه الكوفيات. الكلام ذا عام 2020 2021، فتح كوفي. يعني كوفي كيف؟ 4x4 محل 4x4 حاطه كوفي. الديكور يا ولد ديكور بقاله، بس في اله قهوه مدري ويش وطاوله. ايش مزاج يا ولد خويش، شيء الله يجيرك. ايوه تعال سكر، يعني المشروع هذا كله مدة ما يشوف. افتح حلاق بقاله من كافي، حلاق بقاله كوفي كلها ما ضربت. هو ما عطى المشروع في هجره، ترى ما هو في مدينه، زي ما تقول محافظه صغيره ما هي كبيره. ما عطى المشروع لا، بس هذا انت. هذا المغلف اللي ما عنده دراسه جدوى يبي يواكب. ما اسف المفروض ما حط حد توجه مشروع او شيء. ترى التجار ذولا ما طلعوا الا بعد صبر يا ولد. هذا مو تاجر، ما تاجر بعد، ما بتاجر. هذا المفروض انا قصدي ايش؟ انت تقول في 8 شهور فتح بقاله، عاد حلاق اتخذ على غير المشروع من بقاله الى حلاق الى كافي. من سنة 8 شهور كل هذه في محل واحد. لازم تعطي المشروع فرصته حتى لو خسرت في البدايه، عرفت؟ الشيء الثاني يوم تقول كافيهات، من كافيهات خلاص الكافيهات اشوفها معه. والله انك تقدر تنجح، تنجح اذا فرقت واذا اخترت الموقع صح. شوف هي وفق بالتوفيق الموقع لازم، ثاني حاجه شيء 10 ستار مو 5 ستار ولا 7 ستار 10 ستار. مش تجيك القهوه تطير ولا خلاص عاد تفتح، فهمت؟ إيه؟ يعني خلاص يسويها. شيء ثاني والله مهم بعد، وش التسويق؟ تسويق 200% تسويق. تدري اعرف كافيهات سمعت ما هو اعرف انهم كانوا يدفعون الناس او انك تجي تقهوى مجانا، بس اهم شيء انك تجلس في المحل. شوف هذه ترى فكره تسويقيه، الناس يجون يشوفون في زحمه في المحل. شوف التسويق اساس لكل حاجه، برنامج كاريزما احنا فيه الحين. تسويق تسويق خلاص، تسويق وعلى ثبوت. يعني تسويق صح، وين التواصل الاجتماعي يضج، العالم تضج، كل شيء يضج، كله تسويق وكله تعب ورعايات وكله مذيعين مقدمين، هذا كله باب التسويق. صحيح، هذا شباب من اسباب النجاح التسويق في كل مشروع، في كل برع، كل حاجه، كل خطوه يخطيها الانسان. انا الحين بسوق لك هذا صدق، اسلم بسوق لك، بقول ما عديم جدوى ما ولا فايده الحياه. صحيح. اسمع شو اسمه، شفت الكافيهات ذي الجديده اللي السفري؟ ايه سحابه. لا لا مو السحابه، سفري اللي تجي كذا بس حاط شباك وتوصل. ايه سحابيه تسمى، سحابيه. لا سحابي يكون ايش؟ يكون في السماء. لا ها اسمعني فهم، ترى انا ما السحابي كيف نظامه؟ ما في ما له مكان متحرك، بس لا تطلبه من التطبيقات. يعني فوت ترك هو يكون مستاجر عند مطعم ثاني. جنان يعني، مستاجر مطبخ المطعم ذا ومشارك فيه، عند عمال هناك في المطعم ذا يجهزون وجباته، ويجي ما تقدر تاخذه الا من التطبيقات دي حقت التوصيل. ويقولون طيب يعني يسمونه سحابي، يقول العميل انها تجي من السماء سحابي. ها لا قصدي سحابي يعني ما في شيء، ما واجبك تغلب في الغيوم. يا ولد خلها سحابي حقت اللي جعلها خط التسويق، يوم اللي يجي تعطيها ايه تروح تسويق. هذا خلها سحابي، ازي ما فكرت واحد يستاجر المحل ولا سحابي. ايوه ارخص اوفر له، بس اغلبهم ما حد ياخذ الا يعني براند معروف ولا فرنشايز معروف. ايه يعني قد سوق العمره خلاص، مثبت نفسه في السوق، بحيث انه يستاجر من المطعم ذا اللي فيه، يستاجر مساحه في المطبخ حقه حيز. ايه بيوفر اجار، بيوفر عمال، بيوفر كل شيء.
يصير التطبيقات ذول يوصلون. احنا هذا اللي يسمونه سحابي. اذا تشوف اسم المطعم كذا وحاطين المشاركه في المطبخ المطعم الثاني. ايه؟ بس تجي انت عند المطعم ذا تطلب من المطعم السحابي ما يعطيك. لازم تطلب تطبيق. ايوه لازم التطبيق. قول لي عليه اشكاله صارت من ضمن خططنا. سوقت اليوم هناك مطعم سحابي. ايه نصير احنا لا مو بسحابي احنا خلاص. ايه يعني نروح نتمشى في السماء عند المطاعم حقتنا. لا 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 اقصد يعني تكون من اولوياتنا يعني التسويق ذا سوقت اليوم التطبيق ذا. ايه عندنا براندوت وعندنا مطاعم عندنا شغل عندنا. يجيب الله خير. بس بسوق لك انا عبد الله. ايش حتى انا بسوق لك. بسوق معك. ايه خذني جيتك. بس مشروع مش هفتح. انا بفتح مشروع. مرحبا ميوت شغل شغل المايك سام. انا عندي فكره سام. مشروع بسوي براند مسويك حلو ما حد قد سوى. طيب وش مسواك بالذهب ولا مطلي بالذهب؟ لا مسواك كذا تحطه وسط حافظه مثلا زي حقه القلم ذيك. والله اني صادق. تكفى يا ولد اجيبها اروح اصب مكه ولا اعرف المستيكا ملفوف فيها. يا اخي دلع لو تفكر صدق والله تبغى تفتح براند ولا شيء شوف تقول مثلا عطور سوي مسواك نكهات. والله ما تجي عاد ها طعمه نكهات. ايوه عادي زي شفت الحين اللي تاخذه من الصيدليه ما يجيك رطب شوي. تحط النكهه في الماده الحافظه دي. طيب والله لا فكره بس يا اخي ما تستاهل كسعر. عندك شحن عندك مدري. انا قلتها كذا اخبار. كم سعره؟ 119 مسواك. مسواك 119 ذي جحفلي ما هو مسواك انت. انا بقول لك يوم تفكر مثلا براند ولا ذا تشوف تحس خلاص العطور خلاص اكتفى الناس. مستحيل ما في خلاص الا اذا فرقت يا اخي العطور خلاص. انا احيانا والله انك لا تفرق في الجوده وفي السعر تشتغل سواء في عطور سواء في تيشيرتات سواء في مسابح. هي حلوه ناجحه والله يوفقها لها بس وش يا اخوي جدد جيب حاجه جديده. فوق ذا بيني وبينك انا لاحظ شيء الاسعار مبالغ فيها. اي يجيك يحط لك عطر 180 يحط لك 200 ريال 50 ملي هو تو جديد ما بعد نبت ريش 50 ملي ب 180 ريال ليه؟ انا بحط بسوي عطر بحط اسعارها 52 ريال 52 لا انا اشوف 27 ريال 100 وتحت من شاريها من لا 100 وتحت هذا سعر مناسب 70 ريال اي طيب انا اشوف حتى 90 انت قلت 55 حلو لا بس مره رخيص 55 مواكب الوضع. لا والله مو مواكب كذا انت بتكسر تكسر طيب راس السوق. قول لها خمسة يعني انت ما تدري كم الهدف انك تكسب الزبون تكسر السوق. القزازه نفسها حقت العطر ممكن تشتريها فاضيه ب 20 بجيب القزاز مشي بس الجوده داخل القزاز هذا. ايوه بس القزاز ما يهمني عادي. ليه؟ ممكن يصير يهرب من فوق من عند الغطاء اذا ما جبت جوده كويسه. بجيب صندوق جني حوض كبير صندوق جني وركب فيها العطورات القزاز قبل تعبئتها خلاص تسكير مع كل جوال. والله ترى في ناس يحبون التفاصيل. والله صدق البوكسينج والمدري ايش تغليف وذي الاشياء ها طلع من طلع من الاهرامات. هذا يا فرعون يا ابوي وش ذا عرفت الاهرامات؟ ايه انا عبد الواحد انا عبد الواحد كانك مو اي ولد كانك موميا. قول كذا قول كذا قول كذا قول كذا عبد الواحد قول كذا كذا بطفي نفسي بالروح في رجال يا الربع والله ما اتكلم في نقاش اني تفاجئ عاد حين ترى شوي سمعت انكم تتكلموا عن فرعون سكت لا كنا نتكلم في البراندات العطور.